في إحدى المستشفيات كان هنالك امرأة تتصارع مع الموت، وكان زوجها ينتظر خروج الطبيب ليطمئن عليها. وفجأة توقفت نبضات قلبها وفارقت الحياة. حاول الطبيب بكل جهد، قام بالتنفس الاصطناعي، حاول إنعاش قلبها ولكن بدون جدوى. خرج من الغرفة لإعلام زوجها وقال: للأسف زوجتك فارقت الحياة. صدم الرجل وقال: يا دكتور افعلوا أي شيء، زوجتي عمرها 40 عاما ولديها 3 أطفال. فجأة أصدر جهاز تنظيم ضربات القلب إشارة وبدأ قلبها يدق، ثم بدأت الزوجة بفتح عينيها وحركت شفتاها وقالت: يكذب يا دكتور، عمري 35 سنة. وطلبت سيجارة وقال: بابا 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 الحق، يوسف عم بغرق، قوم يوسف.